الحولي 27/5/2012 أحد الناجيات من آثار المجزرة الذي ارتكبت في منطقة الحولي تروي لنا ماذا حصل. شو حصل معك أختي؟ هلا معينا عبيوتنا كلها كل واحد قد تمشي في عين الأسد عناصر القوات لابسين جيش مموع وفاتوا علينا سحبوا الروسيات حصلونا مثل الغنم يا خيي بالغرفة وبلش الرش علينا أبويا مات وأخويا ما عنده غير أمي موتونا إياه سبب أنا قتلونا للأقوفق وما خلوا حارت السد اللي ما قتلوا بيتها المزرة صاري جس ورد خليهم الجيش العرب ينقذونا لولا هيك والله كنا متنا الله لا يوفقك يا بشار الله يدمر لك ولادك إن شاء الله بيتقدم أولادك وبتترمل مرتك بجاه محمد يا بشار الله لا يوفقك الله يدمرك أكثر من هيك عم يقول وزير الداخلية إنه قادتنا عصابات مسلحة كله كذب على الجافية الخرى الأساس كلهم مجموعات ونزلوا علينا من فلهم للقبو وقتلونا العلوي الخنازير قتلونا وشرحونا بالأرض وخلونا متى يا خنازير وتركونا وربو الله لا يوفقه كما الآن معانا طفلة بعمر شهرين فقط تيتمت ماتت والدتها ومات أبوها ومات أخوتها ولم تبقى إلا هي ماذا كانت تحمل هذه الطفلة؟ هل كانت معها قاذف أربيجي؟ هل هي إرهابية؟ هل يوجد أهالي يصنعون ذلك إلا شبيحة الأسد؟ هل حصل ذلك في التاريخ إلا مع شبيحة الأسد؟ ويطلع علينا جهاد مقدسي بكل وقاحة ويقول أنه نحن قتل العصابات المسلحة هي التي قتلتهم صحيح عصابة أسد هل في عصابة غير عصابة أسد؟ لا يوجد عصابة في هذا العالم أجرم وأوقح إلا من عصابة الأسد لم يشهد التاريخ مثلها شو تقيم النظام الفاسد؟ بدي يسقط النظام قد ما طول بدي يسقط مهما قتل منه من شو مهما قتل من أطفال ونساء شو ذنب هالطفلة اللي تموت عمرها شهر ونص ما لها علم شوف أنا كنت واقفة بباب أوضتي ما استعمالي شهر أربعة أشهر متجوزي حتى طفل ببطن عيقتلوه أنا شو ذنبه ما يموت لكن لا شايلين أسلحة ولا كنا شايلين شيء إلا هذا بالشهر الخنزير والجيش والجيش هو الشبيحة مو نحن الشبيحة الآن معانا خالة الطفلة والتي قتل زوجها وأولادها شو يا خالتي انت شاهدت عيام مين قتلهم مين اللي بيجي الله محمد رسول الله قتل جوزي وحصروا بناتي 12 نفر بالبيت قتلوه وهاي بنت اختي قتلوا امها وقضلت هالبن طيبي وانا طلعت طيبي بعد ما قتلوني وبدكم فرجيكم لحمي فرجيكم يا شلون سرق لحمي بدكم فرجيكم اشكر لحمي ونزلونا من فلة ومن الشرقليه زلمتي ضل يقعد على راسه بالفروده لحتى طالعوا له مخ راسه وبعدين بالروسي قوسه وبناتي أربعة ماتوا وكنتي ولادة اثنين وبنت عمي وأربعة أولادة وسلفتي ومعها كمان بنتها هدول كل الماتوا شو كانوا لابسين هدول النازلين لعندكم؟ جيشي لابسين مسلحين سلاح كامل؟ مسلحين ويقوسوا من أول الطريق لآخر الطريق إجا بسيارات بيض شو وجهوا لكم كلام؟ شو كانوا يقولوا لكم؟ يقولوا الله هون علي يا علي طخوا بالسقف وصيحوا يا علي بدالك يا علي قتلنا مية يا علي وتخوا على بناتي انا فكروني يا ميت يطلع الطيبه من بيناتهم وطلعت هاي البنت ليك هو طلعت هاي البنت طيبه متخبيه بقلب الفرشي ويشهد الله على كل كلمه عم بحكيها جهاد مقدس وزير الاعلام عم يقول انه العصابات المسلحه اللي قتلوا نزلوا من فله ومن الشرقليه بالسيارات بيض التنتين بيض شو طائفتهم هدول جيرانكم علويه خنازير منهم هن قتلونا